انا بدي اعتذر اول شي من بيي اللي هو حبيب قلبي وتاج راسي. شوال حاتم تقدم اعتذارها من والدها ومن نادين الراسي. شخص كتير مكسور مصدوم عايشة شي كتير كبير. قامت ملكة الجمال جوال حاتم طليقة الفنان جورج الراسي بالاعتذار من نادين الراسي ومن والدها بعدما قامت بنشر عدة رسائل على موقع التواصل الاجتماعي الواتساب تسب فيها والدها وبيت الراسي، فقالت: بدي اعتذر بالأول من بيي يلي هو حبيب قلبي تاج راسي، بس أنا عن جد شخص مكسور كتير مصدوم عايش شي كتير كبير. وتابعت: حتى اللي قلته عن جورج ونادين وإختي عن جد صعب كتير يلي عم عيشه. اللي قلته عن جورج لنادين أختي. كما وتابعت برسالة للإعلام قائلة: بليز ما عاد الإعلام يستثمرني ولا يستثمروا موت جورج، ولا كل واحد يعمل سبيكوليشن، عم جرب بين قوية بس كرمال ابني. وطلبت من يسوع والعذراء أن يمدها بالقوة. الإعلام يستثمرني ولا يستثمروا موت جورج، ولا كل واحد يعمل سبيكوليشن قوية كرمال ابني، بس العذراء ويسوع يعطوني القوة.